الرحمن الرحيم. مسؤولية حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه ومسؤولية المسلمين في كل العالم العربي والإسلامي، لذلك لا تقع مسؤولية المسجد الأقصى على المبيت بالجسد وبالروح وبالأموال وبالأعمار وبكل ما يمتلكون، واختاركم أنتم لتدافعوا عن المسجد الأقصى بإمكانياتكم المادية وروحا وإيمانا وعقيدة وجهادكم وجهادها الشعب الأندونيسي. جودوا بأموالكم وأنفسكم لأجل حماية المسجد الأقصى وليكون لكم دور في تحرير المسجد الأقصى القريب الذي هو وعد من الله، فاحجزوا لأنفسكم مقعدا في حافلة النصر القريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.